فيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا فعلا التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاحتفال الحقيقي به كما قال مشايخنا الكرام. الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد اجتماع ولا لقاء ولا طعام ولا شراب، وإنما الاحتفال الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاتباع والاقتداء والتأسي به إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين نشرف آذاننا الآن بأنشودة من شيخنا فضيلة الشيخ رمضان الصقر. صلوا على خير الأنام وسلموا إن الصلاة على الحبيب دواء سيدي يا رسول الله يا عظيم الجلال يا ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين يا رسول الله يا صبرا تسامى فوق صبر الصابرين يا صمودا ضد من آذوك مرفوع الجديد يا رسول الله يا نورا تجلى على الدنيا قد أهلا قد أهلا بالضياء قد ملا الدنيا سماء قد تجرعت العذاب من صغير وكبير قد رموك بالحصى وبالشوك افتراشا رغم هذا صرت تمضي صامتا لا لم تلين فازدهى ضوء الهلال وانطواه المضلال يا رسول سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور فما أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك
قبه وحباك ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله صلى عليك الله يا غوث النجاة. صلى عليك الله يا عالم الهدى ما اشتاق مشتاق إلى مثواك. سيدي يا حبيبي يا شفيعي والله ما طلعت شمس ولا قمر إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى نفسي أناجيها إلا وأنت حديثي بين أسواسي ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا وجدت خيالا منك في الكاس ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. يا رب هب لي من لدنه شفاعة في يوم ميعادي. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي وانت والصحب الكرام يا طبيبي. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي حبيبي انت والصحب الكرام يا طبيبي. منى يا منى سلم عليهم وقبل يديهم يا حبيبي. مدحك يا محمد من أحلى الأنهار حبك في قلبي مزروع يا خير الأنام يا خير الأنام يا بدر التمام يا خير الأنام يا بدر التمام يا من جئت بالإسلام يا حبيبي. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي أنت والصحب الكرام يا طبيبي. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي حبيبي أنت والصحب الكرام يا طبيب. منى يا منى أسلم عليهم وأقبل يديهم.